بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الخرطوم من القاهرة. إنه ذات النداء الذي أطلقه في يوم من الأيام الإذاعي الكبير والسوري صاحب التوجه القومي عبد الهادي بكار رحمة الله عليه. في الثاني من نوفمبر كان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر يصلي الجمعة في الجامع الأزهر، وبعد الصلاة وقف على المنبر ليخاطب الشعب المصري ويستحثه على النضال في مواجهة العدوان الثلاثي. في هذا الوقت تحركت طائرات العدوان الثلاثي على مصر وضربت محطة الإرسال الإذاعي في أبو زعبل، فما كان من عبد الهادي البكار إلا أن قال: هنا القاهرة من دمشق. السودان الشقيق، البلد العريق، صاحب الأصالة والتاريخ، الشعب المسيس الواعي المنتمي العروبي، هذا الشعب الذي ناضل كثيرا من أجل حريته وحقه في هذه الحرية، الشعب الذي واجه المستعمر وناضل وكافح حتى نال استقلاله. تعددت الأنظمة لكن الشعب السوداني كان دائما عند مستوى المسؤولية وعند مستوى الحدث، يتدخل في الوقت الذي يراه مناسبا ليعدل المسار ويمضي باتجاه الطريق الصحيح. هذا الشعب يعاني، يتألم في صمت المذابح، القتل، الجوع، التشرد، الذبح على الهوية، الدفن أحياء، النهب والسلب، حتى المستشفيات، حتى دور العبادة، القصف مستمر بالمدافع والآليات المختلفة. شعبنا العظيم يهيم أبناءه ونساءه، لا يعرفون إلى أين يتجهون، إلى مصر، إلى تشاد، إلى أفريقيا الوسطى، إلى إريتريا، إلى أثيوبيا، إلى الصومال، إلى أفريقيا الوسطى، إلى ليبيا. فجأة انقلبت حياة الناس رأسا على عقب بسبب الخلافات والمؤامرات التي حيكت ضد السودان والتي لا تستهدف تقسيم السودان فحسب وتدمير هويته وطمسها، وإنما تستهدف الأمن القومي المصري أيضا. هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، ويجب أن نعي أن المؤامرة أكبر بكثير مما نتصور. ما يجري الآن على الأرض هو السعي إلى التقسيم الحقيقي وفقا لرأي الخبراء والمراقبين. هناك ثلاث سيناريوهات مهمة. السيناريو الأول: استمرار الصراع بين الجيش والدعم السريع وأيضا القوى الأخرى المسلحة الموجودة في مناطق عدة، في دارفور، في كردفان، في النيل الأزرق، وهذا الصراع سيؤدي حتما إلى تقسيم السودان، وها نحن نرى ذلك على الأرض، ونرى ذلك في دارفور بشكل كبير، مذابح، قتل، تجويع، اغتصاب، نهب، سلب، ونراه أيضا في كردفان، ونراه في الخرطوم،
نراه في الخرطوم بحري، ونراه في أم درمان، ونراه في الخرطوم العاصمة. ما هذا الذي يجري؟ ما هذا العبث؟ ماذا تريدون من السودان؟ المؤامرة كبيرة، والشعب الطيب العظيم يعاني، أشقاؤنا يعانون، يعانون من غباء بعض الساسة، ومن سعي البعض للسيطرة والهيمنة دون الوصول إلى قاسم مشترك حده الأدنى حماية الوطن وحفظ حياة الناس وكرامتهم ومعيشتهم. كل ذلك نساه البعض في خضم البحث عن موطئ قدم أو سيطرة أو هيمنة لصالح هذا الاتجاه أو ذاك. فكانت الكارثة الكبرى، وبدأ السودانيون على مدى 3 أشهر يبحثون عن الحل، ولكن أصوات المدافع وأصوات الرصاص كانت أقوى من الوصول إلى حل سياسي يمكن أن ينهي الأزمة الراهنة في السودان. أكثر من 250 ألف شقيق سوداني دخلوا إلى مصر، بعضهم لا يعرف إلى أين يذهب، ينظر إلى المستقبل فيراه حالك السواد، يلتفت إلى الجنوب حيث السودان حيث الوطن فيرى الحرب مشتعلة وتزداد اشتعالا، الهدنة تخترق، اللقاءات التي تجري تخترق وتدمر. كل ذلك يتم بشكل واضح. كل الجهود التي بذلت في الفترة الماضية كان مصيرها للأسف الإفشال. الإفشال لأن هناك من لا يريد للسودان أن يقف على قدميه. الإفشال لأن هناك من تميز بغباء سياسي منقطع النظير. ورأينا وشاهدنا. كنا نسمع البعض يتقول على مصر ويتساءل أين القيادة المصرية مما يحدث؟ ألا يشكل السودان عمقا استراتيجيا وامتدادا لهذا العمق في السودان؟ وتجاهل البعض الجهود التي كانت تبذلها مصر مع الاتحاد الافريقي ومع الإيجاد واللقاءات التي تتم في جدة وهي لقاءات متعددة. تجاهل البعض الاتصالات التي كانت تجريها القيادة السياسية في كل أنحاء الأرض وفي الأطراف المعنية في السودان من أجل تضميد الجراح. تجاهل البعض احتضان مصر لأشقائها السودانيين وتوفير كل أنواع الخدمة لهم مهما كان العدد الذي جاء إلى هنا. فلدينا ما يقارب 5 مليون شقيق سوداني على الرحب والسعة في هذا الوطن. تعودت القيادة السياسية المصرية أن تسمع الكثير، أن تسمع الكثير عن سد النهضة وموقف مصر، وأن تسمع كثير عن الموقف مما يحدث في السودان وكثير من القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وتجاهل البعض أن هناك قيادة وأن هناك مؤسسات مصرية على رأسها المخابرات العامة المصرية والخارجية المصرية وكل الجهات المعنية التي تقوم بدورها. الداخلية لها دور، الاقتصاد ليه دور. البعض مصمم على ان البلد دي مشلولة، وخرج احدهم ليقول ان السياسة الخارجية المصرية ضعيفة واحنا وضعنا ضعيف وبقينا كذا. سم في كلمات منمقة ظاهرها الغيرة على مصر وباطنها هو المؤامرة التي تمضي من تحت الستار. ما أسهل أن تقول كلاما في هذه الأيام يعجب الناس، وما أسهل أن ترفع شعارات تدغدغ المشاعر تصبح بطلا. عندما تكون هناك أزمات يعيشها الوطن فأنت تصبح بطلا. ولكن
إياك وأن تمضي، فلتقل كلمة الحق وتمضي مهما كانت، حتى لو عاداك الجميع. طالما أنت مقتنع بأن هذا هو الحق، ستأتي لحظة يراجع الجميع فيهم مواقفهم، وأمامنا التاريخ وأمامنا الأحداث القريبة والقديمة، فلا تهتز أبدا، كن عند موقفك الذي هو لحساب الوطن ولمصلحة الكيان الوطني، وحرصا على وطنك من الانهيار أو نفاذ المؤامرة التي تستهدف هذا البلد من كل اتجاه. فجأة ودون أن يعلم أحد ومنذ أيام قليلة، علم المصريون والعالم بأسره أن هناك مؤتمرا كبيرا لدول الجوار مع السودان، السبع دول، ست دول ومصر، هيجتمعوا برؤساء هذه الدول في القاهرة، وهيطلعوا بيان هدفه هو وقف القتال والوصول إلى تسوية سياسية والبحث في آليات المساندة، ونعمل لجنة أو آلية تنفيذية من الوزراء عشان تتابع مقررات هذا الموضوع. امتى حصل ده؟ امتى تم ده؟ امتى تم التوافق بده؟ محدش يعرف الجهد، محدش يعرف المخابرات العامة المصرية كانت بتعمل ايه في الايام اللي فاتت، تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. محدش عارف الخارجية المصرية كانت بتعمل ايه في الفترة اللي فاتت، تكليف من الرئيس السيسي. محدش كان عارف القيادة السياسية بتعمل ايه وبتتصل بمين وتتوافق مع ايه. وقبل ما يجي القادة والرؤساء كان في اتفاق على حماية السودان، على وحدة السودان، على عدم التدخل في شؤون السودان. لما كنا نقول يا جماعة ويطلع بيانات مصرية تقول احنا لن نتدخل في الشأن السوداني، كان البعض يقول لك ازاي؟ ده أمننا كان لازم نتدخل. يريدون أن يدفعوننا إلى المستنقع وأن نتصادم مع الشارع السوداني، وهذا أمر مرفوض. عندنا أكثر من 2800 قتيل حتى الآن. عندنا عشرات الآلاف من الجرحى. عندنا بلد بيتدمر. فكان لازم مصر تتحرك، وتحركت مصر. وفوجئ الرأي العام باجتماع النهارده تم الساعة 12 بدأت أعمال الاجتماع. وقبلها كان في اجتماع لكبار المسؤولين في الدول كلها للتوافق على صيغة البيان اللي هيعرض ويناقش في الجلسة الغير معلنة اللي هتعقد بعد الكلمات. وشفنا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدير هذا الملف بحكمة ووعي وإدراك لمخاطر المرحلة وتبعاتها. لم يكن الهدف طرح وجهة نظر تتصادم مع الجميع أبدا، كان في وجهة نظر توافقية، كيف نصل إلى اتفاق مشترك بين دول الجوار التي تشعر بالخطر أكثر من أي دولة أخرى، أكثر من أي مكان آخر. السيناريوهات الثلاثة اللي اتناقشت قبيل عقد هذه القمة، احنا قدامنا ثلاث سيناريوهات. سيناريو استمرار الصراع وصولا إلى التقسيم، وسيناريو الحسم العسكري لصالح أحد الطرفين، والسيناريو الأخير هو الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة. كان كتير من المحللين شايفين أن السيناريو الأول هو اللي هيستمر، لكن اللي شاف النهاردة وتابع كلمات كل المندوبين والقيادات والقادة وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي زي ما بقول تميزت بالحكمة ووضع فيها رؤية مصر من ضرورة وقف إطلاق النار، عدم التصعيد، توفير الملاذ الآمن للمساعدات، إن الدول الكبرى تفي بما هو مطلوب منها من دعم السودان والمساعدات السودانية، إن يبقى في حوار سياسي بين كل القوى السياسية للوصول إلى الصيغة المستهدفة في هذا الإطار، كان هو كلام الرئيس السيسي اللي بيعبر عن الجمع الحاضر. ما حدش مختلف على الحكايه دي،
منع التدخل الأجنبي، كل القادة زي ما أنتم شفتوا تكلموا في هذا الاتجاه، كل القادة أثنوا على موقف القيادة السياسية المصرية التي استطاعت، ودي رسالة للخونة والمتآمرين وبتوع الشائعات اللي يقول لك مصر فين؟ الحقوا ده مش عارف اتركلت على جنب. لا، مصر عمرها ما تتركل على جنب. مصر دي قيادة حكيمة وقادرة وفاعلة، والحقائق تتضح كل يوم، زي ما في حاجات مسار علامة استفهام بكرة هتتضح أيضا. لأنه هدف القيادة الوطنية لهذا البلد هو حماية الدولة دي، هو عدم الزج بها في مستنقع الصراعات والمشاكل والأزمات التي قد ندفع ثمنها كبيرا، وقد ندخل إلى مستنقع لا نستطيع الخروج منه. لكن مصر بتحاول احتواء الأزمة، زي ما هكلمكم على سد النهضة النهاردة، والكلام اللي اتقال في لقاء أبي أحمد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. الرئيس السيسي زي ما بقول لكم اتكلم عن خطة مصر لحل الأزمة في الكلمة بتاعته، اتكلم عن وقف التصعيد، اتكلم عن الممرات الآمنة، اتكلم عن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، اتكلم عن ضرورة أن يساند المجتمع الدولي، اتكلم عن آلية تنبثق عن القمة وتوضع خطة عملية تنفيذية. وده اللي حصل لما رئيس تشاد محمد إدريس دبي قال يا جماعة أنا عايزها عندي، فتم الاتفاق أن الآلية دي هتبقى على مستوى وزراء الخارجية لدول الجوار، وحتجتمع قريبا عشان تنفذ الكلام ده اللي متفق عليه. ردود الأفعال الأولية من الطرفين يبدو فيها قدر كبير جدا من المرونة والاستعداد، لأنه الحرب لن تنتهي إلا بالخراب، والشعب السوداني لن يتسامح أبدا مع من يدفعه إلى الهاوية والتقسيم. ناخد عظة وعبرة اللي بيحصل في دارفور. النهاردة مكتشفين 80 جثة، قتلى بيقولوا وصلوا 6000، البلد بقت مستباحة، إعلان الدويلات خلاص على وشك، فلابد من لملمة ما يجرى فورا وإنهاء هذه الأزمة سريعا. كل اللي حاصل دلوقتي لما أنا آجي وأقول والله يا جماعة الرئيس الفلاني ولا علاني بيقول يجب احتواء النزاع في السودان، مين مش عايز احتواء للنزاع؟ ولكن القضية مش قضية أن القادة يتكلموا أو أن احنا نوصل لاتفاق، القضية بالأساس إزاي نفعل الكلام ده على الأرض في السودان، إزاي نوصل إلى أن احنا نقنع السودانيين الأطراف المتصارعة بهذا الأمر. وأنا هكلم يعني بعد قليل هجيب لكم بعض ناس على التليفونات ونسمع رأيهم في هذا الموضوع. يعني يا ريت تطلبونا يا إخواننا والنبي عدد من السياسيين أو المراقبين لهذا الوضع، لأن احنا عايزين نسمع رأي السودانيين ورأي المصريين فيما حدث. ما حدث شيء مش قليل، اللي حصل النهاردة يدينا مؤشر على حكمة السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على مواجهة الأزمات والتعامل معها بحكمة حقيقية. معانا الأستاذ دكتور السيد فليفل، ده كان طبعا رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب سابقا، وعميد كلية الدراسات الإفريقية والبحوث الإفريقية. دكتور سيد مساء الخير، أظنك راقبت الحدث اليوم وراقبت المقررات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أي مدى أنت لديك روح من التفاؤل لتفعيل هذه المقررات على الأرض واقتناع الطرفين المتصارعين بها؟ دكتور سيد مساء الخير يا فندم. مساء النور. الحقيقة القمة يعني في هذا الصباح كانت واعدة إلى أبعد الحدود، وكان هناك ترقب وتلهف لانعقادها من الأشقاء في السودان، وبصفة خاصة بعد الفشل الذريع للقمة التي عقدها تجمع إيجاد في العاصمة أديس أباب.
نعم. والقمة في هذا الصباح ركزت على الجوانب العملية التي لم تتمكن كافة المبادرات السابقة والاجتماعات، سواء التي جرت في جدة أو في أديس أبابا أو جهود المبعوث الأممي فولكر من أن تتوصل إليها. وأهم ما تم التوصل إليه هو توفير آلية تنفيذية قادرة على تحقيق ثلاثة أمور. الأمر الأول اجتماع الدول الجوار على الاحترام الكامل للسودان كدولة ولمؤسساته الدستورية القائمة. الأمر الثاني اعتبار أن هنالك إرهابا يتعرض له السودان، ومن ثم الأمر المنطقي أن هذا الإرهاب لابد أن يتوقف. الأمر الثالث هو التوصل إلى الوسائل والآليات اللازمة لمداركة الأوضاع الخاطئة التي تعرض لها الشعب السوداني نتيجة للإرهاب الذي مورس ضده. ومن يعني بوادر التفاؤل أيضا ذلك البيان الذي صدر قبل قليل عن مجلس السيادة السوداني، يرحب فيه بمخرجات القمة ويعلن التزامه بالتوصل إلى حكومة مدنية فور وقف إطلاق النار وفور الخروج للقوى التي مارست هذا العمل الإرهابي من المدن ومن منازل وبيوت المواطنين السودانيين. نعم، شكرا لك دكتور سيد فليفل العميد الأسبق لكلية الدراسات والبحوث الإفريقية. أيضا معنا السيدة سامية الهاشمي وهي مواطنة سودانية. سيدة سامية، يعني أنت مواطنة سودانية وتعرفين وتدركين الواقع المر الذي يعيشه أهلنا في السودان، إلى أي مدى أنت متفائلة بالحدث اليوم؟ كيف رأيتيه؟ كيف قرأتيه؟ في الحقيقة يعني لابد لنا كمواطنين سودانيين موجودين الآن بالقاهرة يعني انتقلنا لها بعد قيام الحرب، اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل. فلابد لنا يعني أولا أن نشكر الحكومة المصرية على يعني المجهود الكبير الذي تبذله لإحلال السلام وإيقاف إنهاء الحرب مع يعني رصفاء من الدول الجوار الأخرى في بالنسبة للسودان. تفضلي. يعني بالنسبة لمخرجات القمة اليوم، القمة يعني أكدت على ضرورة إنهاء الحرب والعودة للمسار المدني وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في السودان وفي الدول التي انتقلوا إليها وفي داخل السودان، يعني في المدن التي لم الحمد لله لم تطال الحرب نزحوا إليها. الكلام عن يعني ضرورة إيقاف الحرب ومد المساعدات الإنسانية لهذه المناطق هي دي كانت من يعني من رؤى وتطلعات الشعب السوداني لمخرجات هذه القمة المهمة. أيضا تحدثت القمة عن عمل آلية لإيقاف هذه الحرب. نعتقد هذه الآلية يعني من الضروري أن تنشأ بالسرعة المطلوبة وأن تكون يعني على رئاستها وعلى مش رئاستها على يعني الفاعلين يعني فقط الفاعلين فيها يكونوا من السودانيين على أساس إنهم هم فعلاً إحنا يعني أثناء الإجراءات بتاعت إنهاء الحرب عايزين يكون في عملية سياسية مصاحبة تمكن العودة للمسار المدني والحياة المدنية في السودان. نعم، شكراً لك السيدة سامية الهاشمي مواطنة سودانية موجودة الحياة في القاهرة. طبعاً يعني زي يمكن البيان اللي صدر منذ قليل من مجلس السيادة السوداني اللي بيرحب بهذا الأمر واستعداده أيضا لإعادة يعني الرؤية المدنية للحكم في السودان، وهو أمر كان
الجيش السوداني قد تعهد به في وقت سابق، وأيضا حقيقة الدعم السريع أيضا كان قد تعهد بهذا الأمر. الحقيقة ده يدينا مؤشر مهم جدا على أنه يعني هذه القمة ومحورية الدور المصري والاتصالات التي أجرتها مصر مع الأطراف المعنية، واليوم كان عندنا هنا يعني ممثلين للجيش السوداني، كل ده بالتأكيد دفع الأمور إلى حد القناعة. حد القناعة لأن الصورة العامة اللي موجودة أكدت على ذات الثوابت السودانية، السلم مطلوب، وقف إطلاق النار مطلوب، وده مطالب شعبية وأيضا مطالب للقوى الأخرى، الحوار السياسي الذي يعقب يبقى فيه تسوية سياسية، وما مفيش حد هيصف التاني على أرض الواقع، مش هينفع حتى الآن مش هينفع، لكن في توافق يمكن أن يتم. لا الجيش هيقدر يخلص على 120 ألف من الدعم السريع، ولا الدعم السريع هيقدر يضرب الجيش ويخلص عليه. إذن لابد أن نصل إلى صيغة توافق مهمة، من خلال هذه الصيغة يمكن البناء عليها. فلنبدأ بوقف إطلاق النار، ثم عندنا رؤية تم الاتفاق عليها، الرؤية دي هيكون في آليات موجودة للتواصل مع الأطراف المعنية بخصوصها. بنتمنى بالفعل ان احنا ايضا نسمع بيان وافي وقوي ايضا للدعم السريع، ونقدر بعدها كده نقعد في جلسة تفاوض على اعلى مستوى، ونلتزم امام الرأي العام وامام دول الجوار بالحل الذي يمكننا بالفعل من ان نستعيد السودان مرة اخرى. السودان الان مخطوف، السودان الان خطف، السودان الان استبيح، السودان الآن الناس تقتل فيه على الهوية، السودان الآن الناس تبحث لها عن ملجأ. هذا لا يمكن أن يقبل، ولا الشعب السوداني يقبله، ولا القوى المدنية أو العسكرية يمكن أن تقبل بهذا الأمر. زي ما كلمتكم الوضع في دارفور مؤلم، مؤلم لكل أبناء دارفور. معنا الكاتب الصحفي عيسى ضيف الله من دارفور. أستاذ عيسى مساء الخير، وطبعا قلوبنا معكم، ولكن أنتوا في دارفور يمكن أكثر الناس الحقيقة اللي تعرضوا الآن لأزمة حقيقية، ومصرع الكثيرين والنهب والسلب الذي يجري على أرض الواقع. هل رأيتم بالفعل في القمة الراهنة، قمة دول الجوار وما تمخض عنها من بيان مشترك، هل رأيتم في ذلك أنها هذا الأمر يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة الحالية في ضوء الواقع بالذات في منطقة دارفور؟ شكرا أستاذ مصطفى، وشكرا لك ولكل الشعوب الجوار التي يعني اهتمت بالسودانيين الفارين من ولايات الحرب في السودان عموما وفي دارفور بصورة خاصة. الدارفوريين آنوا منذ 15 أبريل الماضي آنوا من ولايات الحرب التي استمرت يعني حتى الآن زهاد 3 شهور، وفر العدد كبير منهم يعني إلى جنوب السودان، وجزء آخر إلى مصر، وجزء آخر إلى دولة تشاد. ويعني جزء كبير من السودانيين اليوم والدارفوريين خصوصا يتفاعلون جدا بهذه القمة التي تحركت دول الجوار، يعني والدور الكبير الذي تلعبه دولة مصر وشقيقاتها على تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها من الدول التي تجاور السودان. هذا التحرك وفي هذا التوقيت هو يعني يفتح الباب واسعا لأنه يفتح الأمل أمام السودانيين عموما والدارفوريين بصورة خاصة في أن تغمة نار هذه الحرب المستمرة لثلاثة أشهر. السودانيين في دارفور آنوا معاناة حقيقية خلال 90 يوم الماضية من الذي استمرت فيها الحرب، من نقص في الغذاء ونقص في الدواء ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء والماء، خاصة فصل الخريف وانتشار الأوبئة والأمراض خاصة مرض الملاريا. فهذا الواقع يتطلب أن تلتفت يعني الدول التي تحيط بالسودان والتي تأثرت كثيرا يعني بهذه الأزمة، وأن تهاول بقدر الإمكان أن تحس الطرفين بضرورة إيقاف هذه الحرب والذهاب يعني إلى طاولة المفاوضات. ونحن نعلم جيدا أن دور مصر هو كبير جدا في إحداث اختراق حقيقي، خاصة أن مصر لها علاقات ميزة مع الجانبين ولها القدرة على أن تصل لكل الطرفين
ونحن ننظر للدور المصري في هذه المرحلة دور مهم وكبير، خاصة من مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي له دور كبير منذ بداية هذه الحرب، خاصة أنه يعني استقبل عدد كبير من الفارين وفتح المعابر وغيرها من الأدوار الإيجابية التي قامت بها جمهورية مصر الشقيقة. نتمنى أن تكلل مساعيهم وكل خطواتهم التي يقومون بها الآن في أن تتوقف هذه الحرب ويعود السودانيين إلى وطنهم وينعمون بالأمن والسلام والاستقرار. شكرا لك الكاتب الصحفي عيسى دفع الله من دارفور. وزي ما بيوصف الأوضاع وزي ما بيتكلم على الأمال والطموحات، نتمنى بالفعل أن يدرك الجميع أننا في لحظة صعبة، وأن هذه اللحظة هي لحظة للتاريخ، وأن من سيتواطأ أو سيتراجع من المؤكد أن حكم التاريخ سيكون عليه صعبا. السودان يستحق منكم جميعا كل النخبة السياسية والعسكرية أن تقفوا موقفا واحدا وأن تنقذوا السودان قبل أن ينتهي ويتفكك السودان. أفسير الفاتح الشيخ يوسف المحلل السياسي من السودان. بروفيسور فتح، يعني أريد منك تعليقا على هذه القمة، هل أنت على ثقة أن الأطراف في الداخل السوداني يمكن بالفعل أن تستجيب للرؤى المطروحة والتي عبر عنها البيان الختامي؟ هل أدرك الناس خطورة ما يجرى للسودان في الوقت الراهن؟ أولا مرحبا بكم الإخوة في مصر الشقيقة. مصر هي عمق الأمة العربية والإسلامية والأفريقية، وقطعا مصر على مدار التاريخ تدير الأمور بحكمة واقتدار. لعل المتابعة على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم الأفريقي والعربي والإسلامي تابع مدار في جلسات التفاوض التي تمت في القاهرة، وتابع أيضا ما تم في أديس أبابا. ولكن وفقا لما اطلعت عليه وما دار في الأيام الماضيات وبعمق مصر وتاريخها العميق، وأؤكد لك أن مصر يمكن أن تحدث اختراق في هذه الأزمة التي يمر بها السودان التي تحتاج للحكمة. مصر على مدار التاريخ لها علاقات وطيدة وممتدة مع السودان، ولعل الشعراء وأهل الفن يمتدحون مصر، ولعلك تذكر الروابط العميقة، مصر يا أخت بلادي يا شقيقة، وتذكر وقفات الشعب السوداني مع مصر ووقفات مصر مع أهل السودان. لذلك أعتقد أنه من الممكن أن يحدث اختراق في هذه الأزمة طالما تدخلت مصر وبكل قوة وجسارة. لذلك التمنيات أن تتوج هذه القمة بإحراز تقدم في الملف السوداني، ولعلنا سنكون كأكاديميين وسياسيين داعمين للتوجه المصري للوصول إلى ما يفيد أهل السودان ويخرجهم من هذه الأزمة. ما أدعو إليه أن مصر وإن حدثت إخفاقات في تاريخها مع السودان في السنوات الماضيات في تاريخنا المعاصر، لكن مصر أعتقد من الحكمة أن تتجاوز هذه الإخفاقات والوقفات. لا أعتقد
أن ما حدث في أديس أبابا يمكن أن يؤثر على العلاقات السودانية المصرية. ولا أعتقد أن ما كان يدور من خلافات حول حلايب يؤثر في العلاقات المصرية. أعتقد هذه كلها محطات. القيادات المصرية ينبغي أن تضعها جانب، إذ أن السودان هو العمق الاستراتيجي الأمني من ناحية الجنوب لمصر، وإن حدث لا سمح الله أن امتدت هذه الحرب ستؤثر على مصر وتؤثر على القارة الأفريقية وتؤثر حتى على الدول العربية التي تتواجد فيها الآن قوات من الجيش السوداني المشترك بينه وبين الدعم السريع في فترته الماضية. لعلك تعرف وقفة السودان مع اليمن، وحتى الآن هذه القوى تتواجد هناك. أنا أعتقد أن مصر لها تاريخ عريق ولها ماضي مشرق، وتستطيع بحكمتها أن تمضي إلى الأمام. شكرا لك. تحياتي للشعب المصري وللقيادة المصرية ولكل أهل مصر. شكرا لك البروفيسور الفاتح الشيخ يوسف المحلل السياسي من السودان. ومعنا أيضا مواطنة سودانية السيدة سامية أحمد. سيدة سامية أهلا وسهلا بك، أنت في القاهرة بلدك الثاني، تفضلي. أهلاً، كيف رأيت ما حدث اليوم؟ أهلا وسهلا، ألف شكر يعني على الاستضافة، وسعيدين جدا يعني بعقد هذه القمة في وقت يعني نحن في حوجة شديدة إلى مثل هذه الحلول، وبالتأكيد يعني كونها يتم تنظيمها بواسطة مثل لها أيضا بعد مهم يعني. وأعتقد أنه يعني مصر والسودان بلدين مرتبطين ببعض ارتباطات كثيرة جدا تاريخيا وفي الحاضر يعني الحالي، ولنا مصير مشترك يعني ويربطنا يعني في هذا الحياة والوجود الميل العظيم. وأعتقد أنه لهذا يعني سعدنا بها وسعد بها الشعب السوداني، آمنين في الوصول إلى حل يعني ينهي هذه الحرب التي أخذت من البلد الكثير في فقط في 3 أشهر، هي حرب مدمرة ويعني وضعت البلاد الفشل أساسا يعني على حافة الانهيار. ويجب أن تتوقف فورا يعني، لأن مغادرتنا على الصمود يعني تلاشت تماما، وهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يتوقف فيه كل شيء، وإلا سوف يكون المآلات ستكون سيئة جدا يعني. شكرا لك السيدة سامية أحمد، مواطنة سودانية موجودة في القاهرة. هذا هو الشعب السوداني، هذا هو الشعب السوداني، وهذه هي مشاعره تجاه الشقيقة الكبرى مصر. في بعض الأحيان تنطلق بعض الأقلام أو بعض الأصوات من هنا أو من هناك، ويظن البعض أنها تعبر عن صوت الشارع السوداني، وهذا غير حقيقي. السوداني محب لمصر، والمصري محب لشقيقه السوداني. نحن نشعر أن مياه النيل هي المصدر المشترك للحياة بالنسبة لنا، ودائما حتى في تباين المواقف كما يقول بروفيسور فاتح في بعض القضايا الجانبية، لكن دائما الحكمة كانت هي العنوان الذي يقفز على كل الصغائر. وأشهد أن القيادة السياسية المصرية تعاملت بحكمة وموضوعية مع الحدث السوداني. البعض ربما وجه اللوم، والبعض قال أن مصر خرجت من اللعبة، والبعض قال أن الدور المصري دور ضعيف، وأنه سياستنا الخارجية مش قادرين نفرض فيها حاجة. لكن أضرب مثل بعدد من القضايا المهمة. الموقف من ليبيا، مصر كان لها موقفها الداعم لوحدة الشعب الليبي ولشرعية الأوضاع في ليبيا، ومصر حذرت من البداية من خطر المرتزقة وتواجد الميليشيات على الأرض الليبية. وعندما احتدم القتال كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في المنطقة الغربية، عندما قال إن سرت والجفرة خط أحمر،
كانت هذه رسالة لكل من يعنيه الأمر، ورأينا كيف توقف الزحف قبيل هذا الخط الأحمر. عندما بدأت مصر جهودها مع ليبيا انخرطت في هذه الجهود واتصلت بكافة الجهات المعنية، وآخرها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ماكرون أثار فيه هذه القضية، واستطاعت مصر أن تكون رقم فاعل، وستكون هناك مباحثات ما بين الرئيس السيسي وبين الرئيس التركي أردوغان يوم 27 يوليو القادم، وحيبقى في كذا قمة الأيام الجاية هنشوفها في مصر أيضا، وسيكون الهدف الأساسي منها هو إزاي نوصل لحل في ليبيا، إزاي نتفق على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. رأينا موقف مصر من سوريا، ارجعوا لتصريحات وخطب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم وقبل أن يتولى الحكم، وكلامه في مجلس الأمن سنة 2016 اللي أكد فيه على وحدة سوريا شعبا وأرضا ورفض فيه أي تدخل، وكان الموقف في الوقت ده يعني ما كانش راضي كثير من الأطراف، ولكن رغم الضغوط الأمريكية في هذا الوقت كانت مصر مصممة على موقفها، والشعب السوري يعرف هذا الموقف، يعرف أن مصر كانت مقدامة في هذا الأمر مع العراق مع اليمن الشقيق، حتى في المشاكل التي تواجه المواطنين اليمنيين على أرض مصر من تأشيرة ومن إقامة 3 شهور وهم مفروض زيهم زي الآخرين على الأقل 6 شهور على الأقل إن لم تكن عاما. لما الرئيس دكتور رشاد العليمي قعد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وطرح هذا الأمر، والرئيس السيسي كلف الجهات المعنية وشكل لجنة أمنية مشتركة لبحث هذا الأمر والتوصل إلى حل يرضي أهلنا إخواتنا اليمنيين على أرض مصر. لما اتكلمنا على سد النهضة كان الرئيس بيقول ان بالنسبة لمصر قضية وجود، وبالنسبة لأثيوبيا قضية تنمية، وبذل كل الجهد وعمل كل المستحيل وقدم كل المبادرات ونتفق على قواعد ملء والتشغيل وحذر من خطورة ذلك، وعمره ما تراجع عن موقفه ولا استسلم للأمر الواقع. ولما قابل أبي أحمد في باريس بوساطة من الرئيس ماكرون البعض قلب الدنيا، وازاي يقابله وازاي يبتسم في وجهه. اللي حصل النهاردة يوريكم ليه حصل ده في باريس. مصر بتخطط لقدام، مصر لديها رؤية استراتيجية، مصر ما بتتنازلش عن حقها لكنها تستطيع أن تستخدم أساليب تكتيكية لخدمة الهدف الاستراتيجي. النهاردة وعلى هامش قمة دول جوار السودان الرئيس السيسي استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، دارت مباحثات ودار عتاب ودار كلام كتير جدا في الموضوع ده، لكن خلينا مع البيان المشترك اللي طلع بين البلدين. أولا جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهم المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين بما يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة. الزعيمان ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، واتفقوا على عدد من النقاط. أول نقطة اتفقوا عليها إنهم يبدأوا مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان لملء سد النهضة اللي هي قواعد الملء والتشغيل وقواعد تشغيله، واتفق على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر. موقف واضح. 2
خلال فترة المفاوضات أوضحت أثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024 بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المائية لكل البلدين. إذن أنا اتفقت على إن أنا اتفق على قواعد الملء والتشغيل خلال 4 شهور أبقى منتهي منها. 2 في الملء اللي بيتم الاتفاق على ألا يضر بمصر. يمكن بعض الناس ما يعجبوش الكلام بيقول لك أنتوا بتثقوا ليه فيهم وهو ده كذا وما ادوش تعهدات ولا غيره ولا غيره. لكن خلينا القيادة السياسية المصرية لا تقل وطنية عن أي مواطن مصري بيحب بلده. دي مسألة منتهية. وجيش مصر العظيم عمره ما هيفرط في حبة مية، لازم نبقى على الثقل. والقيادة السياسية تبذل كل الجهد من أجل إنهاء هذه الأزمة سلميا. ما هو بعض الناس يقول لك نروح نضرب سد النهضة. أنت بص وراك وبص اللي حاصل وقدامك. إخواننا في العراق مثلا لما دخلوا في الكويت ماذا حدث؟ وكثير كثير من البهوات اللي بره دول عايزين الجيش المصري يدخل، لانه دي لحظته في تفكيك الجيش المصري ومنع الاسلحه و و و وتدخل بقى يضرب لك السد العالي وانت تضرب سد النهضه ونخش في مساله ما نخلصش منها. لكن بقدر استخدام اوراق الضغط المختلفه والحلول السياسيه والدبلوماسيه اللي تخلينا نوصل للحد الادنى من الاتفاق في هذا الوقت اللي ما يضرناش ولا يضر زراعتنا ولا ينتقص من حصة المياه بتاعتنا اللي هي 55.5 مليار متر مكعب، لو قدرنا نعملها سلميا نعملها. لكن عندنا حدود لن نستطيع أن نتخلى عنها أبدا. لازم المصريين يعرفوا ده كويس قوي، ويعرفوا أن القيادة السياسية عندها رؤية شاملة وكاملة، ما بتاخدش قرار إلا بناء على تقدير موقف استراتيجي، بيتعرض الموقف ده على المسؤولين والمختصين ويتاخد فيه القرارات أيا ما كان الأمر. نجاح مصر اليوم في هذه القمة والترحيب السوداني اللي احنا شايفينه بكافة اتجاهاته السياسية والفكرية والعسكرية، ده تأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية وأن الرؤية التي تطرحها القيادة السياسية فيما يتعلق بالنزاعات والمشاكل الإقليمية هي صحيحة وقادرة على تجاوز كثير من العقبات. وعشان كده كل مواطن سوداني بيطلع يقول لك في حكمة في الموقف المصري. الحكمة دي مش النهاردة، مش اللحظة، مش في القمة. الحكمة دي في إدارة الملف منذ أحداث 15 أبريل، في التعامل بحكمة وموضوعية وعدم إغلاق الباب أمام الكل. كان الكل في اتصالات معاهم وفي رؤى بتطرح عليهم وتناقش، كل لهذا كله مع دول الجوار بهذا المؤتمر الناجح المهم والذي يؤكد مجددا قدرة القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية على التوصل إلى حلول موضوعية لمشاكل متأزمة بنشوفها في فلسطين وبنشوفها في ليبيا وبنشوفها في السودان وكثير من المناطق الأخرى. وبإذن الله السودانيون متفائلون بعودة السودان مجددا إليهم، وليكون السودان هو الحضن الدافئ لأبناء النيل من كل الفئات ومن كل الجهات. أزمة يعيشها سكان عزبة أنور شعبان بشبرا الخيمة بعد إخطارهم بهدم منازلهم التي تكبدوا فيها العناء من أجل بنائها. وزارة الأوقاف أخطرت الأهالي بإخلاء منازلهم بالرغم من قيام الأهالي بتقنين أوضاعهم وتوفير كافة المرافق لهم من قبل الدولة. النائب مجاهد نصار كان قد تقدم بطلب إحاطة بشأن هذه الأزمة. كاميرا حقائق وأسرار ذهبت إليهم واستمعت إلى شكواهم ومطالبهم التي نرفعها إلى السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
لا ده عليها مشاكل اوقاف عايزاه ليه؟ قال له لا ده كانوا عاملين استشكال وكسب الاستشكال من العصام. طب احنا مالنا شالوه من العصام؟ احنا مالنا ومال المشاكل دي كلها؟ قالوا لا لا ده انتوا هتخلوا الارض. نخلوا الارض ازاي؟ بعد ما احنا دفعنا دم قلبنا. طب ما حدش علق ورقه ليه؟ عليها نزاع. طب ما علقتوش ورقه ليه ان عليها نزاع؟ او قلتوا ان عليها نزاع كنا احنا ما اشتريناش. اقسم بالله العلي العظيم احنا متدهولين والله العظيم ما لاقيين ناكل ولا لاقيين معانا حاجه. في حين أكد الأهالي أن وزارة الأوقاف هي من تتحمل وحدها المسؤولية كاملة، وذلك لأنها لم تخطر الأهالي أو أي جهة أخرى بالمحافظة إلا بعد مرور فترة زمنية كبيرة وصلت لعشرين عاما، لسيما وأن الأهالي قد قاموا بتوصيل المرافق كاملة لمنازلهم ولم تواجههم أي عقبات طوال تلك الفترة. شمس الدين العربي لبرنامج حقائق وأسرار. أقام الاتحاد المصري للكونغ فو برئاسة الكابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري، وذلك بالتعاون مع منطقة قنا للكونغ فو بطولة جمهورية لقطاع جنوب الصعيد بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي. حملت البطولة اسم الدكتور محمود بكري رحمة الله عليه، وشارك في البطولة خمس محافظات هي قنا وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وبعدد حوالي 1000 لاعب من قطاعات الجنوب. حضر الافتتاح افتتاح البطولة الدكتور عمرو اسماعيل المدير التنفيذي للاتحاد المصري، واللواء أحمد جاد مشرف عام البطولة، وكابتن إيهاب عبد المنعم مشرف عام منتخب مصر، وأحمد بكري رئيس مجلس إدارة منطقة قنا للكونغ فو. حصل اليوم الزميل الباحث عماد ربيع رئيس قناة صدى البلد السابق على درجة الدكتوراه في الإعلام مع مرتبة الشرف الأولى. عنوان الرسالة هو البيئة الرقمية الحديثة وتأثيراتها على إدارة المؤسسات الإعلامية التلفزيونية المصرية واقتصادياتها. ده بيتم بالتطبيق على القنوات التلفزيونية الخاصة والحكومية. توصلت الدراسة إلى قبول عينة الدراسة من القائمين بالاتصال والقيادات الإعلامية بالقنوات التلفزيونية المصرية الحكومية والخاصة لتوظيف كافة أشكال البث الرقمي للإنتاج الإعلامي وبشكل رئيسي بمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية. وعن تقييم عينة الدراسة للنظم الإدارية المتبعة داخل القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة فيما يتعلق برفع مهارات العاملين لديها، جاء بشكل متوازن يميل ما بين الإيجاب والسلب. وفي هذا الإطار أوصى الباحث بضرورة إعادة النظر في النظم الإدارية التي تتبعها المؤسسات الإعلامية. وتوجه الباحث بالشكر والثناء للجنة الحكم والمناقشة من المكونة من السادة الأساتذة الأستاذ دكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بالجامعة الأمريكية، الدكتورة هويدة مصطفى، الأستاذة الدكتورة نشوى عقل، وأيضا الدكتور عادل عبد الغفار. كل التحية وكل التقدير وألف مبروك للزميل العزيز الأستاذ عماد ربيع أو الدكتور عماد ربيع الآن، والتحية والتقدير أيضا إلى أسرته الكريمة التي وفرت كل الإمكانات لنجاحه وحصوله على درجة الدكتوراه بامتياز. ألف مبروك من كل إدارة القناة وإدارة البرنامج. فاصل ثم نفتح معكم ملف العشوائيات في مصر بعد الفاصل. حديثنا اليوم عن العشوائيات. في البداية كان في مقاومة شديدة جداً لمشروع نقل العشوائيات من مكان إلى مكان أفضل. الناس ما كانتش عندها ثقة في الحكومة. الناس يقول لك هيودونا وهيبيعوا الأرض للمستثمرين وهكذا الحال. لما شافت إن في جدية من الحكومة غيرت وجهة نظرها. صحيح إن ده خد فترة من الوقت. شفنا ده في الأسمرات، وشفنا مقاومة البعض من سكان منطقة الدويقة
اللي اتمسكوا بمنازلهم في البداية الآن الصورة اختلفت. وكذلك الحال مناطق كتيرة لما اتعملت روضة السيدة رقم واحد كان هناك برضو مقاومة شديدة من أهالي منطقة تل العقارب والمناطق الأخرى، وكان اللي ما نقلوش بيقولوا للي نقلوا الحكومة ضحكت عليكم وحيعملوا بدل أرضكم مشروعات استثمارية ومش هتاخدوا حاجة. لما شافوا أن الدولة اتخذت الإجراءات ونقلت الأماكن ودفعت قيمة إيجار لمدة 3 سنوات والناس استلمت بيوتها بعد كده بقوا يتكلموا كلام مختلف. في المرحلة الثانية من روضة السيدة لما الناس شافت فعلا نجاح المرحلة الأولى بدأت الناس أيضا تغير وجهة نظرها. إذن اتوجدت ثقة عند المواطن مع الحكومة، وخاصة أن الثقة دي ما كانتش موجودة في فترات سابقة فيما يتعلق في هذا الأمر. بقوا ياخدوا مساكن فيها جودة كاملة، تشطيب وفرش وكل حاجة جميلة. طبعا الجهد ده اللي عملته القوات المسلحة مع وزارة الإسكان مع الجهات المعنية كان القطاع الخاص أيضا شريك فيه. القوات المسلحة كانت بتشرف بس القطاع الخاص كان هو اللي بينفذ هذه المشروعات على أرض الواقع كما رأينا وزي ما احنا شفنا في مراحل كتيرة جدا. مهمة الحكومة في الفترة الماضية بالمشاركة مع القوات المسلحة كان هدفها ان الدولة تقف على قدميها، خصوصا ان احنا كنا طالعين من مرحلة الفوضى. الان مفروض نبدأ مرحلة جني الثمار، لكن زي ما قلت لكم في الحلقة الماضية اذا كان شبكة الطرق وغيرها هدفها جذب الاستثمار، المشكلة ان المرحلة اللي احنا عايشينها جت في اوضاع عالمية غير مناسبة وصعبة. الازمة المالية استحكمت، لكن علينا ان نعرف جميعا وانا بكلم الناس اللي موجوعة من غلاء الاسعار واللي تعبانة واللي شقيانة، بقول لك عليك انك تقارن بين اليوم والامس اين كنا وأين أصبحنا في كافة المجالات فيما يتعلق بالمشروعات وغيره وغيره وغيره. قبل كده الدولة كانت بتعمل مشروعات إسكان ولكنها كانت مقصورة على عدد محدود من 30 ل 40 ألف في السنة. النهاردة المعدل بيزيد على 250 ألف وحدة سنويا. أنا لما بوفر وحدات سكنية مش بس بنقل إليها ساكنين من العشوائيات، لا، كمان أنا بمنع أي حد يذهب ليقيم عشوائيات جديدة، لأنه مشكلة العشوائيات هي مشكلة إسكان بالأساس. البعض كان بيقول إحنا بنطور الحجر ولا نطور البشر، وهل يمكن في المقابل تطوير البشر إلا بتطوير الحجر؟ أنا مش هعمل لك بيت كويس وفي نظافة وفي كهرباء وفي كل حاجة، هتتطور إزاي؟ طبعا انت مش ممكن تطور سلوك الناس الا لما تديهم حقهم، واول هذه الحقوق الحق في السكن. عشان كده وضعت الدولة الهدف ده في مقدمة اهدافها، وبعد كده بتاخد الناس بتسكنهم وبتبتدي مرحلة تانية التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث احتياجات الناس. الاسكان متوفر، ولكن الاسكان اصبح سلعة لدى البعض. بعض الناس بتقدم على الشقق عشان تستثمر فيها. عندنا أكثر من 8 مليون وحدة سكنية مغلقة لأسباب عديدة، واللي بتقوم به الحكومة في الوقت الحالي هو تشجيع الناس باستغلال هذه الوحدات بتأجيرها بقانون خاص. هناك جزء من الوحدات السكنية دي مغلق بشكل كامل، وهناك بعض الشقق اللي أقيمت في مناطق بعيدة شوية، الحركة فيها ضعيفة، مفيش تنمية، مفيش طرق إليها بشكل كويس، لكن قطعا حيأتي الوقت اللي تتسكن فيه هذه العمارات. عندنا ناس كتيرة جدا
حوالي 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة اللي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة بإجمالي 264 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه دفعتها الدولة. تكلفة مشروعات قيمة تقديرية للأرض بواقع 33 منطقة غير أمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير أمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير أمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير أمنة من الدرجة الرابعة. القاهرة فيها 54 منطقة، فيها 31 منطقة موجودة في الجيزة، في 10 مناطق في الإسكندرية، بورسعيد 7 مناطق أيضا بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، 5 مناطق في السويس، 8 مناطق بالمنيا ومطروح، 4 مناطق بدمياط، 22 منطقة بكفر الشيخ. الدولة نجحت في التعامل مع حوالي 14 منطقة عشوائية غير أمنة في البحر الأحمر في الشرقية، 34 في قنا، 20 بإسماعيلية، 11 بالغربية، 13 في الأقصر وسوهاج، 17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية. خريطة التطوير في القاهرة الكبرى شملت مشروعات تل العارب، بطن البقرة المحروسة، عزبة خير الله، الأسمرات، أهالينا، زهور مايو معا. هو ده اللي بيحصل على أرض الواقع. لما نتكلم على حي الأسمرات اللي احنا نتكلم عليه، مساحة الكلية بتاعته كام؟ 188 فدان، بيتضمن 18420 وحدة سكنية، بتتسع لحوالي 18000 أسرة. تم تنفيذ 3 مراحل بالمشروع. تعالوا نشوف حياة السكان هناك بعد ما تم نقلهم إلى هذا المشروع والمظهر الحضاري اللي عايشين فيه النهاردة. تقرير سم نوم. البقرة بقالي 3 سنين هنا. بصراحة الحياة نظيفة هنا، وفي مدارس وفي تعليم وفي نوادي وفي كل حاجة، وكل حاجة حلوة متوفرة عن الأول بكتير. كنت ساكن في الدوية، منطقة عشوائية، وباني شقة وقاعد فيها، بس كان حوالينا يعني الحياة ما كانتش حلوة يعني، فجابونا من الدوية على هنا. مدينة جديدة طبعا زي ما انت شايف حضرتك، نظيفة كويسة، كل حاجة فيها، كل المرافق يعني، في التومين موجود والعيش موجود والمواضع، الصحة موجودة، كل الخدمات اللي هي الإنسان بيحتاجها حوالين منك. مدينة متكاملة. المجمع بتاعنا بيغطي احتياج 18000 أسرة من قاطني حي الأسمرات، بننتج حوالي تقريبا من 110 ل 120000 رغيف يوميا من الخبز البلدي المدعم. كل احتياجات تقريبا الأفراد من الخبز البلدي متوفرة في موعدها. طبعا احنا مجمع بيشتغل برضو في مجالات تانية اخرى، يعني مش بس قاصرة على الخبز المدعم، لا احنا كمان بنوفر خدمات تانية للخبز الافرنجي، للنواشف، للحلويات، لكل المنتجات اللي ممكن حي الاسمرات يحتاجها. الوضع متغير يعني مليون في المية، يعني احنا من منطقة عشوائية لمساكن نظيفة، الحياة تغير كليا يعني، او كل حاجه متوفره هنا. وبعدين الساده المسؤولين اللي هنا لما احنا بنتجه اليوم كل المشاكل بتتحل. احنا جايين من الدويقه، واخويا مستلمين في النخيل، وجينا فتحنا محل الحمد لله في الستات، وربنا وسع علينا وفتحنا في العشرات والحمد لله يعني، وموفروا لنا شقه والمحل اللي احنا واخدينه من مزيد. انا
ايوه المكان هنا نضيف عن هناك من الكشاك بكتير، عشان احنا كنا قاعدين في عشش، وهنا المكان احلى من هناك بكتير. اسانسير موفر لنا، اسانسير وموفر لنا كل حاجه، ودكاكين ومحلات وكل حاجه هنا، والحياه حلوه ومدارس وكل حاجه موجوده هنا. انا في الاول جايه من الكشاك بالسعود، اول ما قالوا الشيل جابونا هنا الاسمرات، وخدت الشقه اللي حضرتك شايفها ديت على ناصيه، واحمد ربنا وبعد ربنا هو اللي جالني السبب ان احنا نيجي هنا، هو الرئيس، وربنا يديله الصحه ويعينه علينا ويخليه لينا. المكان هنا جميل جدا، ومدرستي قريبه مني، وبمشي في الشارع هنا مطمنه جدا، وبروح النادي بتاعي قريب مني جدا، وفي كل حاجه انا بحتاجها. انا بشكر جدا الرئيس السيسي ان عمل لي حاجه زي كده، وبجد ربنا يخليه لينا. وأيضا في منطقة الخيالة بالبساتين مظهر حضاري جديد، كامباوند مغلق للناس، حياة أدمية بيعيشوها النهاردة. حوالي 2525 وحدة سكنية على مساحة تبلغ حوالي 40 فدان، بيشمل كافة الخدمات المطلوبة. نزلنا بكاميرا حقائق وأسرار وأجرينا تقريرا مع بعض الناس هناك. تقرير منطقة عشوائية، وهدوا شالوا المكان عشان يطوروه وجابونا هنا. هو هنا حاجة حلوة يعني، مش عماير وكل حاجة ونظافة، لا فرق كتير وفرق أكتر. كنا في منطقة مثلا ده حواري وناس بتجري ومخدرات والكلام ده، جينا عماير وواسعة وحاجة حلوة، وعيالنا واخدة راحتها، وحضرتك الشعب العفش وكل حاجة. بس احنا مشروع بشائر الخير اللي غير المناطق الخطرة والغير آمنة إلى مناطق حضرية متوفر بها كافة الخدمات والمرافق في أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، هيستفيد بها قرابة حوالي 150 ألف مواطن. الأهالي بشائر الخير سعداء جدا بما يجرى من تطوير في المنطقة، ولكن لهم مطالب بسرعة تشغيل المستشفى. نزلنا أيضا بكاميرا حقائق وأسرار وزرنا المنطقة هناك على الطبيعة. تقرير ثم نعود. بشائر الخير، الحلم الذي تحقق في القضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة،
وأصبح أهالي هذه المناطق يعيشون حياة كالحياة. المشروع يعد واحدا من المشروعات الضخمة لتطوير المناطق العشوائية، حيث وفر ما يقارب من 25 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات والفرش والمرافق لخدمة أكثر من 146 ألف مواطن سكندري. كنا عايشين في البيوت وكده، بس هنا اختلفت، احنا قاعدين في مكان انظف اللي ما فيش حد، ما فيش مشاكل، ما فيش وجع قلب زي ما كان بيبقى عندنا على طول على طول مشاكل. والخدمات، لا الخدمات موجوده، ما فيش عطارات في اي حاجه. كان عندي بيت 4 ادوار، الله يكرمهم برضو هدوا البيت بتاعي، وانا خدت 4 شقق، وقاعد انا وعيالي مبسوط 24 جنيه. عيشه نظيفه، عيشه محترمه، ميه تمام، نور تمام، كله تمام. انت لو مغزى بره برضه ما كنت بتصرف ميه ونور، بس هنا دلوقتي معلش يعني انا راجل فقير على قد حالي، امشي على قدي واعيش عيشه نظيفه بدل ما انا كنت عايش وسط فلان وسط قطط وسط كلاب. الفرق ان انا كنت يعني قاعده في مشاكل وكعبله على طول يعني، فهنا مرتاحه بعدت عن المشاكل. هي بشاير خير، ما قدمتليش حاجه وحشه، أنا عملت لي مدارس ونوادي. كان حلم بنحلم بيه من سنة 1963، وبقول بتوع نادي الصيد موجودين وإحنا بتوع المقوى موجودين، هدونا ب 63 من فرن الجراية اللي هي كانت منطقة الحرفيين حاليا دلوقتي، ونادي الصيد من عزبة الجمهورية ودوهم، وعشنا من 63 على أمل لحين سكن أدمي تحقق على تحقق في عهد السيد عبد الفتاح السيسي. صورة جميلة رسمتها أيادي المصريين. المسجد والكاتدرائية يحتضنان مجمع المدارس الذي سيكون منارة للنهوض بهذه المنطقة، بالإضافة إلى رسم مستقبل جديد داخل مركز الطفل والعمل على تعديل سلوك الأطفال وتنمية مهاراتهم. بنشتغل معهم تنمية مهارات، وعندنا مركز لتعديل السلوك، وعندنا تخاطب، وبنشتغل على تنمية الأم، وبنشتغل تربية إيجابية مع الأم علشان تكمل الدور معنا هنا، وبنحاول نحن نعلم الأطفال سلوكيات إزاي يتعاملوا. ده برنامج جديد اسمه بيونيك بنطبقه عليهم هنا. البرنامج ده إحنا بنطبقه إن شخص بيكلم على شخصية الطفل وتكوينها، وإزاي يبقى بعد كده قائد، وإزاي يبقى عنده معلومات غير المعلومات غير التعليم. لم يكن الاهتمام فقط بتوفير مسكن كريم، ولكن بتوفير كافة الخدمات والترفيه للمواطنين من خلال نادي بشائر الخير الذي يضم جميع الألعاب الرياضية. نزيم وفر لنا كل حاجة هنا في النادي، طبعا حتى ما جينا اشتغلنا احنا كنا لسه بادئين من الأول خالص. دولت بشار يعني نعتبر احنا بشار 3 و5، دولت اول ناس نشغل بيهم هنا يعني دي السنه الثانيه على التوالي ان احنا نبدا. خدنا بطولتين قبل كده النادي بشاير، بطوله شمال قطاع شمال، ولعبنا بطوله افريقيه انديه باسم نادي بشاير، والحمد لله حققنا مراكز كويسه وجبنا مركز اول على مستوى اسكندريه. انا بلعب كاراتيه معايا حسام ياسر و3 على بطوله العرب، على بطوله مغربيه خدت مركز الاول في السنتريه، دخلت البطوله بتاعه بطوله الاصدقاء، ودخلت بطوله اسكندريه. بحب اللعبه علشان كده دخلتها، وانا نفسي ابقى فيها حاجه كويسه. بصراحه انا في دعم كتير قوي، وتوفير الخدمات متوفره هنا في كل حاجه، كامن هنا، كتعليم، كمستوى اداري هنا في النادي. انا ما كنتش بودي عيالي نوادي خالص، هنا متاح الجمباز، وديت بنتي كوره لابني هنا، بصراحة أمان بصراحة عن الأول بكتير. جميع أطياف المجتمع تجدها في بشائر الخير، مطالبهم متباينة ولكن سعادتهم بالحياة الكريمة واحدة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. إذن هذا هو الوضع الجديد، من العشوائيات إلى مجتمع متحضر وفرت فيه الدولة كل الخدمات المعنية. إنها رسالة لكل من يعنيه من أمر أن مصر تسعى إلى تحقيق جودة الحياة. بدل ما أنت ساكن في العشوائيات، الدولة بتوفر لك كل السبل لتنقلك إلى شقة جديدة ومحترمة وفي مكان محترم ومفروشة، وتوفر كل الإمكانات الخدمية في هذا المكان. على كل حال، معنا المهندس خالد صديق رئيس صندوق
التنمية الحضرية. باشمهندس مساء الخير. الحقيقة يعني ما يحدث على أرض مصر هو نقلة نوعية حقيقية، ولكن أسألك عن خطة الدولة في القضاء على بقية المناطق العشوائية والمناطق الخطرة في الفترة القادمة. مساء الخير وكل سنة حضرتك طيبين. يمكن أنا عايز أشكر حضرتك الأول يعني على التقرير، تقرير وافي جدا، صادق جدا، جاب نبض الناس، جاب الصورة فعلا قبل وبعد. يمكن مش عايز أقول الكلام اللي قالوه الناس الكبار، خلينا نشوف آخر لقطتين لما جايب الناس على حمامات السباحة والأطفال، أطفال لا يمكن حد يلوم قولوا إيه أو اضحكوا إزاي أو فرحوا إزاي. الفرحة والبسمة اللي شفناها حقيقية على وجه الأطفال هو ده المكسب اللي احنا عايزين نوصله في الآخر. البسمة اللي احنا شفناها وإزاي يكتسبوا حياة يستحقوها، إزاي احنا عايزين نوصل مش العمران ولا المباني، لا احنا عايزين نوصل في الآخر هدفنا الحياة الصحية السليمة لإنسان مصري يستحقها. ده اللي احنا عايزين نوصله الآخر. وأعتقد كان الرسائل اللي أطفالنا قالوها في الآخر أو الرسالة عبارة عن ضحكتهم وبسمتهم وبيلعبوا في الشارع بأريحية وسعادة، هو ده اللي احنا كنا عايزين نوصله. الحمد لله يمكن صورة ظهرت في آخر كام لقطة مع أطفالنا. نعم. إجابة للسؤال بقى لحضرتك، احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا زي ما حضرتك قلت بالظبط ان الارقام كلها صحيحة 100%، وانا بشكر القائمين على التقرير اللي عملوه. نتكلم بقى على يعني خطتنا ايه؟ احنا خطتنا كان كابتن الرئيس لما اصدر قراره في 2016 القضاء على العشوائيات الغير امنة، كان في منتصف 2016، زي حضرتك قلت 357 منطقة، 246 ألف وحدة سكنية، وحدة معناها أسرة، كل الحاجات دي الحمد لله احنا وصلنا لمرحلة القضاء عليها في 2021 طبقا لما قال سيادة الرئيس، رغم ما حدث من أحداث عالمية زي كورونا زي الأحداث دي كلها. صحيح. ولكن احنا التزمنا بخطتنا اللي قالها سيادة الرئيس. الدعم الكامل اللي كان جاي من القيادة السياسية علشان خطة تطوير عشوائيات وحياة أهالينا اللي كانت في خطر وصحتهم اللي كانت في خطر ما تعطاش على أي حاجة، ذلل علينا كل شيء عشان نوصل للمرحلة والصورة الجميلة اللي الناس شافتها. الكلام ده كله صور حقيقية، حياة حقيقية وليست مكتبات. فإحنا الحمد لله وصلنا إن زي ما حضرتك قلت إن تكلفة القضاء على الغير آمن فقط، الغير آمن فقط 63 مليار جنيه بسعر السنين اللي فاتت، لو بسعر تغيير الصرف اللي من دول بنتكلم فيه ما يتجاوز ال 200 مليار جنيه. يعني المكتسبات اللي عملناها من كام سنه ب 63 مليار جنيه اللي هي منها 40 مليار تنفيذ مشروعات و 23 مليار اسعار الاراضي اللي اتبنى عليها المشروعات، فبنتكلم ان احنا هنتجاوز ال 200 مليار جنيه. فهي دي الخطه اللي كنا بنسابق الزمن علشان نوصل لما نخشش في الاسعار المتغيره طبقا لمتغيرات سعر الصرف. نعم. طيب احنا عندنا في العشوائيات كانت في تصنيفات كتير، منها الاول اهم والاقوى واللي كانت اصعب حاجه عشان نلحق حياه الناس وصحتهم كانت الغير امن. طيب في حاجات ثانيه في العشوائيات، في حاجات ثانيه في العشوائيات اللي هي الغير مخطط والاسواق العشوائيه. عندنا غير مخطط ده زي ما ناس عشان ناس ايه بيقول لك ايه ده، انا بعدي على الطريق الدائري بلاقي بيوت شكلها مش كويس، بروح مش عارف عين شمس، بروح حلوان، بروح 15 مايو بلاقي مباني شكلها مش منتظم، شكلها مش كويس. لا هي امنه ولكنها غير مخططه، بنيت بعيدا عن التنظيم عن الاشتراطات عن التراخيص، طلعت بعشوائيه، ما فيش احترام لخط التنظيم، الحاجات دي كلها. لكن هي من ناحيه الامان هي امنه على حياه الناس وعلى صحتهم. اذا فهنا خطتنا هنا لرفع كفاءه الحياه في المناطق دي. عندنا في حوالي 224 مدينه على مستوى الدوله مساحتهم حوالي 417 ألف فدان، في منهم 160 ألف فدان غير مخطط. نعم. يعني يستقر إلى مياه، صرف صحي، كهرباء، طرق، إنارة، يعني الناس عايشة في أماكن ممكن تفتقر إلى الأمن والأمان والحياة الجيدة. الخطة دي لوحدها طبعا بسعر صرف امبارح اللي كنا بنتكلم عليه كان تكلفة القضاء على الغير مخطط 318 مليار جنيه. الحمد لله احنا يعني بنتكلم بالفدان بس، واحنا بنشتغل من حواليها المناطق، فاحنا الحمد لله خلصنا 10000 فدان وشغالين في 10000 فدان واجزاء منهم خلصت كمان. خطتنا ان شاء الله على 2030
نكون قضينا على الغير مخطط باذن الله. ودي طبعا احنا خطه معموله طبعا الحجم رقم كبير جدا يقصد الاماكن الغير مخططه ما يتجاوز ال 20 مليون مواطن. نعم 20 مليون مواطن يعيشوا في حياه دون مستوى حياه مطلوبه ليهم. نعم ممكن بعض الاماكن تفتقر الى الميه، تفتقر تماما او ما فيهاش او مخطط صرف صحي، وفي بعض الاماكن فيها ولكن الطاقه الاستيعابيه لهذه الشبكات اقل بكثير من الكثافه السكانيه الموجوده. في ناس بتتجاوز في الارتفاعات في المباني فبيحصل كثافه سكانيه احيانا بتصل ل 700 فرد على الفدان، اللي هي اصلا الايديال بتاعها من 150 ل 200 فرد على الفدان. فاحنا بنتدخل عشان نقدر نعمل شبكات طاقتها الاستيعابيه تقدر على الكثافه السكانيه دي. الحمد لله وصلنا مرحله انا عايز اقول لك الموضوع ده جميل جدا مهم جدا. ساعه الامطار احنا بنخش على صفحات الاهالينا يعني نخش كده ساعه الامطار وساعه الحاجات دي بينزلوا صور من فرحتهم ان المطر ما بهدلهمش. انا بشكرك المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. الحقيقه حياتك بتطرح وجهه نظر متفائله، نتمنى بالفعل الواقع العملي يعكسها، واحنا شايفين الحقيقه خطوات مهمه في هذا الطريق. اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الاسبوع قرارا بفض الدوره البرلمانية الحالية دور الانعقاد الثالث. وفي ختام دور الانعقاد الحقيقة يعني ألقى المستشار دكتور حنفي الجبالي، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة مهمة تحدث فيها عن دور المجلس في الفترة الماضية، عن القوانين التي أصدرها، واتعرض الحقيقة في المجلس أهم الإنجازات والكلمات والطلبات الإحاطة والأسئلة وغير ذلك من الأمور، والانعقاد كثير من اللجان بمعدلات كبيرة جدا. واستمع أيضا رئيس مجلس النواب إلى كلمات عديدة من الوكيلين ومن زعيم الأغلبية ومن العديد من النواب، جميعها أكدت بالفعل على أن هذه الدورة كانت مهمة، وأن السيد رئيس البرلمان كان الحقيقة واسع الصدر مؤمنا بالرأي والرأي الآخر، أعطى الفرص للجميع للحديث في كافة القضايا، وهو أمر الحقيقة نال تقدير واحترام كافة أعضاء مجلس النواب. في هذا الإطار تحدث النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، الحقيقة قال كلمة أكد فيها على العديد من المعاني المهمة. نستمع إلى كلمة وكيل مجلس النواب السيد محمد أبو العنين. وفي ختام هذه الحلقة، بكرة إن شاء الله حيكون عندنا حلقة مهمة أيضا حنتناول فيها كافة التطورات، وأيضا حنتناول ملف ما حدث على أرض مصر وطرح لكل التساؤلات الجماهيرية المطروحة حول المشروعات وجدول المشروعات وإيه اللي تحقق وإيه مردود هذه المشروعات. في سلسلة من الحلقات نجيب فيها على أسئلة الناس ونطرح الحقيقة، والحقيقة مجردة، مع كلمة وكيل مجلس النواب السيد محمد أبو العنين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع الآن لسيادة النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الموقر رئيس المجلس، الإخوة الزملاء، اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم بدورة كاملة، دورة شهد لها العالم. وحينما أتحدث وأقول العالم فأنا أطلع على آراء زملائنا في البرلمان الأوروبي والبرلمان الدولي وفي الكونغرس الأمريكي، وأعرف صدى إنجازاتكم التي تحدث بها الأخ الفاضل منذ قليل. ففي البداية اسمحوا لي أن أحييكم جميعا، وأنا كنائب أعرف حجم المسؤولية على كل نائب منكم أمام دائرته، وأعرف العبء الكبير الذي تحملتموه في المطالبة بطلبات الدوائر والوقوف أمام الحكومة حتى يمكن التوازن بين طلباتكم في دوائركم وبين ما يمكن أن تفعله الحكومة. الحقيقة كانت ملحمة من الوطنية
وإن اختلفت الآراء في المجلس كله إلا أن الهدف كان واحد، كان مصر. ولا أخفيكم سرا أنني منذ أيام كنت في بروكسل، وكان هناك احتفال بثورة 23 يوليو وثورة 30/6، واصطف في الاحتفال قيادات البرلمان الأوروبي وقيادات الاتحاد الأوروبي وقيادات حلف الناتو في أكثر من 700 شخصية، بالإضافة إلى كل السفراء العرب وكل السفراء الاتحاد الأوروبي، اصطفوا ليهنئوا مصر. وقد قالوا الكثير عنها، ولا أخفيكم سرا حينما تحدث وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي ليقول: نحن دائما نبحث عن الأقوى والمستقر والآمن ومن لديه مصداقية، وهي مصر، هي مصر التي تحدث عنها الجميع. وأنا كم كنت فخورا أن أستمع لكل ما قيل عن مصر في هذا الحفل الضخم الهام جدا. لم يأتي ذلك من فراغ، كانت لقاءاتي مع الاتحاد الأوروبي ومع البرلمان الأوروبي وهم يتساءلون كيف مصر صنعت هذا الاستقرار في أعوام قليلة، وكيف كانت لمصر أن تدحر الإرهاب في منابعه، وكيف كانت لمصر أن تتحدث عن التنمية المستدامة بقوانين وتشريعات جديدة، وكيف شاركت المرأة والشباب في صنع المستقبل، وما هي رؤى المستقبل الذي صنعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنتم جميعا في ظهره، كنتم جميعا من المصريين في خلف الرئيس في ظهر الرئيس تؤيدونه. كان هذا هو السر النجاح الذي تحدثت فيهم عنهم، كان هذا هو السر الذي كانوا يتساءلون عنه، كيف العالم يعاني من هذه الأزمات الاقتصادية الكبيرة وأنتم ما زالت عندكم أفق كبيرة وطموحات كبيرة ومشروعاتكم ما زالت سارية، والدخل الناتج المحلي الإجمالي بتاعكم يتضاعف ومعدلات النمو ما زالت موجبة. كانت هذه هي الصورة المشرفة، ولم يأتي ذلك ولم يتحدث أحد عن الجمهورية الجديدة إلا بدور البرلمان. لن تكون جمهورية جديدة إلا بقوانينكم وتشريعاتكم وبممارستكم الديمقراطية الهادفة المدروسة والواعية الوطنية الخالصة. كانت هذه الرسائل استمعت إليها بكل إمعان وبكل فخر، كانت هذه الرسائل لم تأتي من فراغ، فقد كانت رؤية واضحة عن مصر وعن مستقبل مصر، وقد كانت تقديرا لزعيمها، قائد نهضتها، راعي هذه الجمهورية الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت الأقاويل تتحدث بإبهار، وكان لزاما علينا أن نقول: نحن البرلمانيون الذين تحدثنا عن هذا الإنجاز وعن هذه القوانين. دعوني أقول لكم أن هذا الإنجاز سوف يسجله لكم التاريخ بأحرف من نور، وسوف يؤجر كل منكم عن هذه الأيام رغم الصعوبات ورغم التحديات ورغم كل ما تعانيه العالم كله، إلا أننا ما زلنا دولة قوية صامدة، وسوف نحقق كل آملنا وطموحاتنا في القريب العاجل إن شاء الله. سيادة الرئيس، اسمح لي في البداية وأنا أتحدث عن البرلمانيين، شعرت بهذه الخصوصية عن البرلمان المصري، شعرت بمكانة برلمان مصر وعلى رأسها سيادتكم الذي رسمت صورة حية وقورة عن البرلمان المصري في المحافل الدولية. استمعت إلى التعليقات وإلى ما ذكروه عن مجهودات سيادتكم في البرلمان الدولي وفي البرلمان الأوروبي وفي رحلتكم المكوكية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكانت لها تقديرا خاصا، وكانت لكلمتكم الوفية المخلصة سواء كانت من الناحية الوطنية الخالصة لمصر أو من الناحية الدولية أو من الناحية الإقليمية التي تحدثتم فيها عن عروبتنا وعن ديانتنا وعن هدفنا المستقبلي. فتحية لسيادتكم عن كل هذه المجهودات العظيمة التي قمتم بها. إخواني الزملاء،
لا يفوتنا أن نقول أن كل ما تم من إنجاز كان وراءه مجهود ضخم، ولا يمكن أبدا أن ننكر ما قامت به الحكومة المصرية. هذه الحكومة التي سهرت أياما وليالي وسنوات بمجهودات ضخمة رغم كل الأعباء ورغم ما كل فرضته علينا الأحداث العالمية، إلا أنني أتوجه بالتحية والتقدير إلى الدكتور الفاضل الدكتور مصطفى مدبولي على ما قدمه هو وحكومته فردا فردا. هذه الحكومة أدت بأمانة وأدت مجهودا ضخما، وأرجو إن شاء الله أن تزوح هذه المشاكل العالمية التي فرضت علينا، وأن نقتحم هذه المشاكل في القريب العاجل، وأن نحقق أملنا وطموحاتنا. سيادة الرئيس، لن أنسى دور برلماني، لن أنسى دور الشباب كما تفضلتم، ودور المرأة المصرية، ودور الأحزاب السياسية، ودور قوى العاملة في مصر كلها التي تحدثت في خط واحد في وطنية واحدة هي مصر، حينما قالها الجميع هي تحيا مصر، وكانت من القلب، فكانت أسلوب عمل ومبدأ حياة. سيادة الرئيس، اسمح لي أن أحيي كل هذه المجهودات الضخمة التي صدرت من كل رؤساء الهيئات البرلمانية في المجلس، وكل الأحزاب على بكل طوائفها المختلفة، وأحيي بصفة خاصة حزب الأغلبية بقيادة الأخ أشرف رشاد وقيادات الأحزاب الأخرى كلها التي اجتمعت على كلمة واحدة تحت لواء وتحت قيادة القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي. أقول لكم أن المستقبل قادم، وأن الدورات القادمة سوف تشهد كثيرا وكثيرا، خصوصا بعد أن فتح الحوار للحوار الوطني البناء. من فتح هذا الحوار الوطني في حوار ديمقراطي سوف يسفر عن الكثير من الآراء والمقترحات الجديدة والتي شاركتم فيها أنتم في هذا الحوار الوطني البناء، وسوف يكون ذلك بمثابة برنامج عمل نتباهى به أمام العالم حينما نقدم رؤيانا ومستقبل مصر إن شاء الله. دعوني أحيي كل المجهودات، ودعوني أحيي زملائي، وأحيي الأخ الفاضل الوزير المحترم الوقور علاء بيه على ما قدم ممثل الحكومة بكل أمانة وبكل حب وبكل تعاطف مع كل المسائل الوطنية. ولا يفوتنا أن أقرب شكري وتقديري إلى الغرفة الثانية للبرلمان بقيادة المستشار عبد الوهاب على ما قدموه هو وزملائه من كل القيادات الموجودة ورؤساء اللجان وكل هؤلاء الذين في الغرفة الثانية الذين قدموا وأعدوا لنا هذه الدراسات المبدئية. وأحيي الأخ والزميل الفاضل السيد الأمين العام أحمد بيه مناع على كل ما تقدم به من عمل دؤوب وفكر جديد ومساعدة وتطوير حيوي من التكنولوجيا الجديد للمجلس ورواده. دعوني أحيي كل هذه الأيادي البيضاء التي ساعدتنا من كل العاملين في هذا، سواء كانوا محررين برلمانيين صحفيين، وأحيي الإعلام بصفة خاصة الذي استطاع الإعلام المصري كله الذي استطاع أن يوجه رسائل قاسية لهذا الإعلام المدفوع والمأجور في الخارج، والذي أيقظ الوعي المصري في أسمى صوره وقال كلمته في كثير من المواقف الدولية وكثير من الشائعات التي ترغب. أحيي مجلسكم الموقر الذي لم يسند إلى هذه الشائعات المغرضة، وأحيي الإعلام المصري الوطني الخالص الذي استطاع أن يتحد هذه المجهودات. أحيي إعلام مجلس النواب اللي موجود، الإعلام الوطني المحترم، وأحيي أيضا الضباط الأحرار الذين سهروا علينا، الشرطة المصرية وقواتنا المسلحة التي سهرت، وشهدائنا الأبرار الذين رحلوا وتركوا لعلنا الاستقرار والأمن والاستقرار. أحيي هذه الأرواح الطاهرة التي تركت الحياة من أجل بقائنا، من أجل أمننا، من أجل استقرارنا. تحية لهؤلاء الشهداء وهم في دار الحق، ندعو لهم أن يكونوا في صحبة رسول الله في الفردوس الأعلى. دعوني أقول لكم أنني فخور بما أجزتم وفخور بأعمالكم الطيبة، وأحيي كل مجهوداتهم، وأرجو المعذرة عما نسيت أن أذكره، لكنني أحيي كل هذه الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.